تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ورفع سموه في البرقية إلى مقام جلالته السامي أسماء آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويديم على جلالته موفور الصحة والعافية والسعادة وطول العمر، وأن تظل مملكة البحرين تحت قيادة جلالته أيده الله في تطور ونماء وأمن وسلام دائمين، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على جلالته ومملكة البحرين وأبنائها الكرام وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير والبركات والمسرات. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالته فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مقرونة بخالص الأمنيات بأن يحفظ الله سموه وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية والسعادة وأن يسدد على طريق الخير خطاه وأن يعيد هذه المناسبة على سموه وعلى الجميع بالخير واليمن والمسرات.